ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين في برنامجكم وصفات ولكن. وطبعا زي ما تعودنا بنبتدي البرنامج بفقرة أغاني تفتح النفس، ومعانا أول اتصال تليفوني نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أحب أعمل ريكوست. أتفضل طبعا. يعني طلب يعني أكيد. أغنية الفتة الرابر المصري الرائع أبو الأطباق. أبو الإيه؟ أبو الأطباق. لا هذا الرابر المفضل حجي. لا أنا ما أسمعش عن أبو مصرح. الأطباق أغنية رائعة عن الفتة المصرية. طبعا. تدري تعرف؟ إيه من الشامية the one with the, you know, the hummus. هندور عليها في الاعداد. طيب هي موجود. طب خلاص نحب نسمع على ضمانتك. انا ما سمعتهاش قبل كده. اشكرك وانت مذيع رائع. الله يخليك. شكرا يا قمر. حياك. طيب هنسمع حياك. خلاص بقى. طب هنسمع اغنيه ابو الاطباق اغنيه الفته اسمها كده. طب نجرب. طبعا عليه بقى. عمل الفتة سهلة مش محتاجة منهدة هي هتاخد وهلة. طريقة عمل الفتة سهلة مش محتاجة منهدة هي هتاخد وهلة. 2 كيلو لحمة ملح فلفل ما تنساش في الزحمة 3 رغيف عيش بلدي مقرمش ورق لورا طوزة مش متكرمش 6 فصوص حبهان 8 فصوص توم كده هنام ربع كوباية خلق الكلام حبتين مستكة كده تمام بصلة صغيرة مفرومة مع طماطمايه مفرومه 8-5 حبات طماطم كده انت جاهز للعزومه. نغسل اللحمه بميه من الحله للنص كفايه كده الميه تبدا تغلي معايا كده الفته تبدا تغلي معايا طماطم بصل مفرومين لحم حبهان فلفل اسود من 10 بشيل الدين هدي النار الجيران تبدا تحسب قطع العيش مكعبات مكعب زبده عالكلام معلقتين زبده اكسترا فات حمصه في الفرن ده التمام ننشل اللحمه من الشوربه ونسيبها تهدى ونحمر كوبايتين ونص رز لو مش بتحبه بتحور زيهم شوربه يدوا باور في الفته بقى انا عشان طعمي جنن انا مش عارف تسويت ولا صور اسمع مني الوصفه وتنور لو انت على الفته بتدور. طريقه عمل الفته سهله مش محتاجه منهدى هي هتاخد وهله. طريقه عمل الفته سهله مش محتاجه منهدى هي هتاخد وهلة. شوح 8 فصوص توم مفروم مكعبين زبدة الصلصة تقوم 3 معالق زيت خلي ربع كوباية قلبه زبدة تتسبك تبقى حكاية حط ربع على العيش واصحى معايا الشوربة على العيش اديها تقلباية وغطي الرز استوى على النار نوطي فوق العيش المبلول هنفضي بصلصة ولحمة محمرة هنغطي اتمنى انت تكون اتبسطت اتمنى تكون انت اتبسطتي